بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي اليوم راني راح نوري لكم طريقة تثبيت الفيلبركان ولي بيستون تاع محرك شيري 1.5 من نوع تاع الكيو كيو، وشنو هي السين كوندويت انتيريور. هذا المحرك اللي راه قدامي هنا خوتي، هذا البلوك بقى قلت لكم راهو تاع شيري في الوين 1.5، رانا راح نديرو ريفيزيون بعد ما الموتور تاعو كولا. وشوفوا فاش كولا، هاوليك شوفوا البيستون كيفاش صارلو، هاوليك شوفوا السينيه كيفاش لزقت مزيان. ستر ربي ما طارتش البياله، رقدت السياره مازالش نوضها. ستر ربي ما طارتش البياله وثقبت البلوك، جاتو في زوج بيالات، والفيلبركان رجعناها 0.50. وهذا السبب تاعها، هو كان يمشي، هي كانت تتنقص في الزيت وكان يزيد برك، يزيد وهو يمشي وخلاص. لا عاد عندكم سيارة تنقص في الزيت، انتبهوا مليح كل يوم شوفوها باش ما تديلكمش من نفس المشكل. وهذه طريقة تاع التركيب نوريها لكم، راهي صالحة المحرك وكان سوا 6 سيلندر 5 سيلندر 4 سيلندر 3 سيلندر 2 سيلندر، وكل كيف كيف طريقة واحدة وطريقة بسيطة. حطوا بالكم معايا درك نوريكم. أولا لازم تثبتوا الكوسينيت بالي كما راك تشوف فيه، وهذه الثقبة تاع الكوسينيت بالي ديما ديروها في البلوك كما راك تشوفوا لهنايا، باش تخلي الزيت يخرج ويقيرس الفيلبركان. بعد ما تثبتوا الكوسيني ديروا شويه زيت هكذا شويه، ومن بعد حطوا الفيلبركان تاعكم كما راكم تشوفوا هكذا، دوروها بيد واحده هكذا، لا دارت راهي مليح. ومن بعد ابدروا حطوا لي بالي، لي بالي خاوتي كما راكم تشوف فيه. واش ندير؟ ندير شويه زيت هنا. هادو لي بالي ما يجوش مثقوبين لهنا، يجو كما هكذا. ونحط هذا لارجو، هذا لارجو نحطو على خوه لارجو هنايا هكذا تي كما راكم تشوف. ني خوتي بعد ما تعودوا بعد ما تركبوا لي بالي، خلوا ديما البالي لي جوها لي كار لاتيرال خلوها ديما هي التاليه. هذو لي كار لاتيرال ديما ماذا بكم تشرو جدد، ما ديروش القدم، خاطرش القدم يكونوا ما يكونوش ملاح يتلفوا. ديروا شويه زيت هكذا هكذا وثبتوهم. وهذه الجهه تجي صاده الفيلبركان باش الفيروس ما يكوليش هكذا هي. وشوفوا جو لا كاين هكذا ولا هكذا، فبا يكون كاين لا عاد كاين. واش ديروا؟ جيبوا طرف تاع راديو وقصوه، قصوه على حساب على حساب لاكال تاع لاتيرال، وديروه مور لو بلوك، مور لو بلوك مور لاكال باش الجو ما يكونش. وراو جربته وما حتى ما يموتش، يبقى هو حتى لاربع سنين خمس سنين. درك هاني درت ليكال ورايح نحط التاليه هذه
كما قلت لكم ديما لارجو، هذا لارجو مع لارجو خوه اللي هنايا هكذا. وكي نجي ندير البولون، كي نجي ندير البولون لازم ندير له شويه زيت، موش بزاف بس ندير له شويه زيت هكذا ونسيري. كنا ندير له شويه زيت هكذا ومن بعد نسيري. لازمك انفيساز ولحق لي بولون. انا ندير كليت شوك بس هاني مريقلها لهنايا فيها ريغلاج، هاني رايح ندير لها الا دو باش ما تفزديش الفيلتاج. وانتوما بس غديروا فيسز ما ديروش بهذه هكذا. هذا برومي سيراج. ومن بعد واش ديروا؟ دوروا في البركان، شوفوا كيفاش دور بيد واحده، لازم تدور رايحه وهكذا ما فيهاش الجو. الجو ما هذا ما يكونش، ما يكون والو. لا عاد كاين كما قلت لكم ديروا سواء طرف تاع راديو قصوا على حساب لاكار لاتيرال، سواء جيبوا تاع كوكا هاي الضعيفه تاع المشروبات الغازيه، قصوا منها طرف كيلكال وديروها مور لاكال. ها شوف كيفاش راهو يدور ما شاء الله. من بعد درك هاتيا احنا هاني لحقت برك بالكليت شوك، انتم دور كما قلت لكم ديروا فيساز. درك راح ندير انسيراج، السيراج تاعهم هذا ديروا له 8 كيلو. انا راني ريقلت ديجا كما راكم تشوفوا، تا 8 كيلو 400. هذا مش كلكلاس. قد ما تسيروا ديروا ان بريسيراج هكذا تيا تاع 3 كيلو كما راكم تشوفوا فيه بيتكم بارك. هكذا قد ما تسيروا دوروا، قد ما تسيروا قد ما في البركان تخف هكذا ما تكوليش ان شاء الله خلاص. ومن بعد تسيروا السراج اللازم. هاك سمعتوا لاكليك فاز طرطك، اسمعوها صاي. كي طرطق راه خلاص. هكذا خلاص السراج تاعكم راهو مليح والموتور تاعكم ما يكوليش خلاص. شوفوا هاي ما شاء الله يدور بيد واحده راه يدور رايحه. دركا نوري لكم الطريقه تاع التثبيت تاع لي بيستون. رانا شرينا دي بيستون جدد، واش كما قلت لكم انا حبيت يدير لي بيستون 050 بصح راه ما صابش، خاطرش كون دار 050 كنا البلوك هذا نوسعوا فيه برك ونخلوا لا ماتير تاع دوريجين تاع لا ميزو. بصح ألقى كيما لقاش لي بيستون 050 درنا لي بيستون اس تي دي، وعاود دالو لي شوميز اخرين وان شاء الله تصلح له. خاوتي درك هاتيا راني رايحين نركبو لي بيستون. اول حاجة قبل ما تركبو لي بيستون ديرو هذا دي دوبل في 40، رشوه لهنايا الداخل
ومن بعد شيفونه نظيفه، شيفونه نظيفه، امسحوا الداخل، امسحوا ما يبقى والو. هذا راهو ينحي الماء وينحي كاش الزضا وينحي كلش، يخليها تشعل. ومن بعد واش ديروا؟ ديروا زيت هنايا هكذا، وديروا لهنايا. انا هاني ديجا درت لهم. ومن بعد جيبوا البيستون تاعكم كما تشوفوا لهنايا، ويقول لك الفو تيرسي هذو اسمه. شوفوا كيفاش نوريكم الطريقه تاع وين. شوفوا هذه الفتحه، هذه الفتحه، هذه تجي هنايا صح، والفتحه الاخرى تاعها تجي العكس هنا، هاي وين تجي. وهذه تجي لهنا، هذه تجي هنا، هذه تجي هنا، والاخرى تجي العكس هنا. هاي ونج، هذه هنا، شوفوا هاي كل ميدا، ها، شوفوا صباعي وراها، فوتيرسي هذه هي، شغل دير مثلث، أخذ رو صباعي كيفاش راه، هذا هو المثلث، هكذا، ها، ومن بعد أحكموهم باش ما يدوروش، وديروا لهم الزيت، هكذا، هكذا، دير الزيت لهنايا، دير البيستون. دير لهنايا، حطه هنا ما تخافش عليها. من بعد كولي، الكولي هذا ديروا له زيت هكذا. من بعد دركا نوريكم كيفاش نركبوا. دركا تشوفوا مليح صح، دركا نركب هذو الفتحات تاع لي بيستون. ديما الفتحه اللي يديرهم هنا هادو تاع لي سوباب، جراحي هادو تاع لي سوباب، لا عادوا فيه ربعه جراحي، ديما الجرح هذا الكبير هو تاع سوبابا تاع لادميسيون، خاطرش ديما سوبابا لادميسيون هي الكبيره. كمل هنا الفريشه راهي تجي رايحه لاشين ديستريبيسيون، وكل كونستركتور واش يدير؟ ساعه شي يصور لك هنا فولوموتور، يدير لك هكذا فولوموتور، سدد الفولوموتور. هادو مدايرين الا الفتحات تاع لي سوباب ادميسيون، هنحطو هكذا ونركب لوتي تاع سار ساكما هكذا، ونسيري هكذا، نسيري شوية من بعد نحطه هنا. من بعد ديما نخبط بحاجه تاع بلاستيك، كنت نصيبو مام ماي تاع تاع منويزي. خلاص شوف ساهل ماهل هكذا. تي دوكا نتم العمليه اكل، ومن بعد نقلبو ونركب هذو لي بالي تاعو، لي بالي تاع لي بيان، حتى نركب لي بيستون تاعو ياكل. هاني وريتكم الطريقة هذه. كما تشوف كما راكم تشوفوا هاني ركبت لي بيستون، دركا نروح نثبت لهم لي بالي تاعهم. دركا نقلبوا البلوك ونثبت لهم لي بالي تاعكم ونشوفوا السراج تاعهم قداه. خوتي هنا هاني ركبت هذو وكل وما زالت وحدة، راح نوري لكم. اولا كي تجو تركبوا ديروا زيت لهنايا هكذا، وديروا زيت لي بولا هذا، دير لهم شويه زيت هكذا ما تكثروش، وحطوا البالي تاعكم. ومن بعد ديروا لهم ان سيراج ان بري سيراج تاع 2 كيلو، ريقلوا لا كلي دينامومتريك تاعكم في 2 كيلو كما راكم تشوف فيها ان بري سيراج هكذا،
كي طرطقتهم حبسوا هكذا، كي تسيروا ديما دوروا بالوحده هكذا دوروا خوتي. بعد ما تسيروهم نديروا امبري سيراج تاع 2 كيلو، من بعد ندير لهم سيراج تاع 4 كيلو هكذا نسيروا. شوفوا المفتاح طرطق خلاص هكذا خلاص ما تزيدوهمش. هذوك هذو التوالا راه نسيريتهم باش نوري لكم برك، ومن بعد دوروا الفيل بركال تاعكم لا شفتوها رايحه راهي مليحه. هذه هي العمليه تاع تركاب الفيل بركا ولي بالي وتاع تركاب لي بيستون. ان شاء الله راكم استفدتوا من هذه الفيديو، وكي نكمل باش نركبوا وكل راني نوري لكم ايتاب بار ايتاب. هذه درك هي نقدروا نركبوا الفولو موتور وركبوا الكارتير وركبوا لا بومبا الويل، ومن بعد نحطوا نقدروا نحطوا في سياره ونحطوا له لاكولاس او نزيدوا نحطوا له لاكولاس ضربه واحده ونحطوه في السياره. خاوتي ان شاء الله راكم استفدتوا من هذا الفيديو. وعلى هذا نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشين حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم.